العودة مرة أخرى إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يتواجد زميلنا نوفل العواملة وأعضاء بعثة ميدي أن وميدي أن تي في للحديث هذه المرة عن الأجواء في مصر قبل ساعات من الانطلاق الرسمي للكان. نوفل، نعم جلال، إذن مصر على أهبة الاستعداد لكي تعلن انطلاقة الكأس القارية مصر 2019 على الرغم من المدة القصيرة التي أسند من خلالها لمصر تنظيم كأس الأمم الأفريقية، لأن هناك مجهودات جبارة بالنسبة للسلطات المصرية من أجل إنجاح هذا العرس القاري. هناك سيكون احتفال حفل افتتاح يعني قصير نوعا ما، سيكون فيه يعني مجموعات من الشباب والشبان الذين سيقدمون لوحات فنية وأخرى رياضية واستعراضية، سيكون هناك مجسمات مثل الحضارة الفرعونية التي تعود جذورها لأكثر من 5000 سنة قبل الميلاد من أجل تشريف مصر من خلال قدرات تنظيمية عالية لهذا البلد الذي قام ليس ببعيد بتنظيم كأس الأمم الأفريقية عام 2006. فيما يخص الهفوة التي سقطت فيها اللجنة المنظمة، تم هناك اعتذار من وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى أيضا بيان صدر عن رئيس اللجنة المنظمة هاني أبو ريدة والذي قدم فيه أيضا اعتذاره عن سوء الفهم الذي حدث. وبالنسبة للفيديو الخاص بحفل الافتتاح أو الأغنية التي تم تصويرها، يعني سيتم تأديتها من عدد من الفنانين الأفارقة بالإضافة لفنان مصري معروف وهو الفنان حكيم. إذن فقرات فنية ستكون قصيرة جدا بالنسبة للمنظمين، ولكن الطبق الكروي الشهي المنتظر هو مباراة زيمبابوي وأيضا المنتخب المصري، والمصريون ينتظرون أن يقدم المنتخب المصري بداية قوية بقيادة نجمهم الأول محمد صلاح من أجل إسعاد الجماهير وأيضا المضي قدما في هذه الكأس القارية التي يمنون النفس بأن تبقى هنا في مصر المحروسة. جلال،